تحت شعار سلطان والبيئة، الجمعية السعودية للعلوم الزراعية تنظم مؤتمرها الوطني السادس. سلامة المركبات في اتفاقية تعاون توقعها الجامعة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. كرسي الأمير متعب بن عبدالله لأبحاث المؤشرات الحيوية ينظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة واروك البريطانية. تطبيق الخطة الاستراتيجية في ورشة عمل تنظمها عمادة التطوير. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في تقرير أسبوعي مصور جديد من جامعة الملك سعود. بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة وتحت شعار سلطان والبيئة، نظمت الجمعية السعودية للعلوم الزراعية مؤتمرها الوطني السادس. رعى المؤتمر نيابة عن معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد العنقري، معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله العثمان، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والأستاذ الدكتور إبراهيم عارف رئيس الجمعية السعودية للعلوم الزراعية. ألقى صاحب السمو الأمير بندر بن سعود كلمة تحدث فيها عن تجربة المملكة في الحفاظ على الحياة الفطرية ودعم سمو الأمير سلطان رحمه الله لأعمال البر والخير. وتحدث الدكتور عبدالله العثمان عن جهود سمو الأمير سلطان في مجال البيئة والحياة الفطرية. لا شك أن هذه المناسبة تثير الشجون، كيف لا وهي مرتبطة برجل بوزن سلطان بن عبد العزيز. سلطان الله يرحمه علاقته بالجميع علاقة أب بابن، وأنا كان لي شرف كبير جدا أن أتتلمذ على يد الأمير سلطان بن عبد العزيز أكثر من 16 سنة، بما يعادل عدد سنوات الدراسية من الابتدائي حتى يتخرج الإنسان من الجامعة. وفعلا كان للإنسان شرف أن يتخرج من مدرسة الحياة، مدرسة سلطان بن عبد العزيز. هذا الرجل الذي لم يستخدم كلمة لا في أي عمل خيري أو عمل حضاري أو عمل ثقافي أو دعم للعلم والمعرفة. سلطان بن عبد العزيز رحمه الله رجل مات فبكته قلوب الناس جميعا، لأن فعلا ملف قلوب الناس داخل وخارج المملكة. سلطان بن عبد العزيز رحمه الله أفضل وصف وصفه هو الأمير سلمان عندما قال أن الأمير سلطان هو عبارة عن جمعية خيرية بحد ذاته. الأمير سلطان مثل ما قال الأمير خالد الفيصل هو إنسان في مجموعة إنسان، فعلا هو ركن من أركانات الدولة، خدم هذه الدولة أكثر من 65 عام، وتدرج في عدد من المناصب، كان فعلا من المؤسسين لهذا الكيان ومن المساهمين لهذا التنمية. ولذلك لا يمكن أن يمر على الإنسان مناسبة ولا يتحدث عن سلطان بن عبد العزيز. الأمير سلطان له إسهامات كبيرة جدا، ولو جلسنا يمكن طول اليوم نعددها لن نستطيع أن نوفي بذلك الرجل العظيم حقه. ولكن سلطان لم يمت، مات جسدا، ولكن أعماله الخيرية لا زالت مستمرة. وسأضرب أمثلة من هذه الجامعة فقط، لن أضرب من على مستوى الدولة أو على مستوى العالم العربي أو الإسلامي. اليوم تتشرف جامعة الملك سعود أنها تحمل وتخلد اسم الأمير سلطان في أكثر من موقع. فالجامعة تتشرف بمعهدين بحثيين من المعاهد المتميزة جدا، تتشرف بحمل سمو الأمير سلطان، وهو معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، وهذا عبارة عن ثينك تانك لوزارة الدفاع وبالتحديد القوات الجوية، يمول تمويل كامل من القوات الجوية. كذلك تحول المركز حق دراسات التصحر والمياه إلى معهد متخصص، توج موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق معهد. ويمكنكم تعرفون يمكن قبل 6-7 سنوات الأمير سلطان الله يرحمه تبرع للجامعة بتأسيس مركز ثقافي متقدم، واليوم على وشك الانتهاء باسم مركز الأمير سلطان الثقافي. أما الكراسي العلمية فحد بعدد، شملت جميع التخصصات
ولعل من أبرز هذه الكراسي هو كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة، ويشرف عليه السماحة الوالد المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ، بالإضافة إلى عدد من الكراسي العلمية. لا أريد أن أطيل، ولكن لا أقول في هذا المقام إلا رحم الله سلطان الخير وغفر له وأسكنه فسيح جناته، إنه رحيم رحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الحفل عرضا لفيلم وثائقي عن تاريخ سمو الأمير سلطان وإنجازاته في مجال حماية البيئة ودعم الأعمال الخيرية. ناقش المؤتمر عددا من المحاور، أبرزها إسهامات سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله في مجال البيئة والحياة الفطرية، ودعم سموه للجمعيات العلمية والكراسي البحثية المتخصصة، ومخرجات الدعم في مجال البحث العلمي وأثره في اقتصاديات المعرفة. في ختام الحفل تم تكريم الهيئات والشركات المشاركة في المؤتمر والداعمة للجمعية السعودية للعلوم الزراعية والمتحدثين في المؤتمر. اسم سلطان الخير لأن سمو سيد الأمير سلطان رحمه الله وادخله في سح جناته هو بيرق لمكارم الأخلاق وللقيم الإنسانية النبيلة، وهناك قلوب كثيرة في أنحاء العالم في المملكة وخارجها من ترى أن الأمير سلطان إنه من الشخصيات عالية المستوى ورفيعة الإنتاج على مستوى الإنسانية جمعاء. فإذا كانت الدنيا كلها تحتفل بسلطان سلطان الخير والعطاء، فما بالك بذويه وأهله وعائلته في هذا الوطن الغالي. فالأمير سلطان هو من رواد حماة البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وشيء طبيعي أنه يحمل أو أن هالمؤتمر هو وقفة وفاء من جامعة الوفاء وجمعية الوفاء في حق والد الجميع الأمير سلطان. وقعت جامعة الملك سعود صباح الأحد الماضي اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وقع الاتفاقية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان مع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس نبيل الملا، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور علي الغامدي وعدد من قيادات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومنسوبي معهد التصنيع المتقدم بالجامعة. هدفت الاتفاقية إلى الاستفادة من خدمات الجامعة البحثية في مجالات اختبار سلامة المركبات وأجزائها، وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع هيئة المواصفات والمقاييس، وتدريب الكوادر الوطنية على فهم أساليب اختبار المركبات والطرق العلمية المتبعة عالميا في هذا المجال. على هامش التوقيع قام مدير الجامعة باصطحاب وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في جولة قدم خلالها شرحا مفصلا عن الخطط الحالية والمشاريع الاستراتيجية للجامعة ومجالات التعاون مع الجهات التنفيذية بالمملكة. نظم كرسي الأمير متعب بن عبد الله لأبحاث المؤشرات الحيوية لهشاشة العظام بكلية العلوم وبالتعاون مع جامعة واروك بالمملكة المتحدة ورشة عمل عن استخدام نماذج حيوانات القوارض في بحوث السمنة وداء السكري من النوع الثاني. افتتح فعاليات الورشة الدكتور عمر العطاس المشرف على برنامج أبحاث المؤشرات الحيوية مدير مركز التميز البحثي في التقنيات الحيوية. مثل جامعة واروك البريطانية الدكتور ماك تيرنان والدكتور جيانيندرا ترايبثي الأستاذان المشاركان بمعهد بحوث العلوم السريرية. بدأت الورشة بمحاضرة للدكتور سالم رجيعي أستاذ علوم السموم والأدوية المشارك مدير مركز رعاية حيوانات التجارب بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود. تحدث الرجيعي عن وحدات وبيوت حيوانات التجارب بالجامعة وعن الإمكانات والخدمات والتجارب البحثية التي يمكن أن توفرها للباحثين من داخل الجامعة وخارجها. وتابع الورشة عبر البث التلفزيوني الباحثات في أقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات بالملز. تأتي هذه الورشة ضمن عديد من ورش العمل قدمها كرسي الأمير متعب بن عبد الله لأبحاث المؤشرات الحيوية لهشاشة العظام بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال البحث العلمي من خلال التوأمة مع جامعات عالمية.
نظمت عمادة التطوير ورشة عمل حول تطبيق استراتيجياتها بالتوافق مع استراتيجية الجامعة. افتتح الورشة عميد التطوير الدكتور سالم بن سعيد القحطاني بحضور ممثلين عن الكليات والعمادات والوحدات الإدارية. قدم الورشة الدكتور مارك مصدق رئيس مؤسسة بوسطن للاستشارات، وتحدث فيها عن التخطيط الاستراتيجي والأساليب المتبعة لصياغة الاستراتيجيات لتأتي متوافقة مع استراتيجية وزارة التعليم العالي آفاق. كما تطرق إلى الوسائل التي يجب أن تتبعها كليات الجامعة وعماداتها تمشيا مع استراتيجية الجامعة وخططها المستقبلية. من الجدير بالذكر أن الدكتور مصدق له خبرة طويلة في صياغة الاستراتيجيات، حيث أمضى أكثر من 7 أعوام في قطاعات مختلفة في المملكة، وشارك في صياغة استراتيجية وزارة التعليم العالي آفاق، وهو عضو في اللجنة التوجيهية للخطة الاستراتيجية للجامعة 2030. تأتي هذه الورشة حرصا من عمادة التطوير على الارتقاء بالسياسات والخطط والبرامج وإجراء الدراسات المستقبلية وتقديم الخدمات التطويرية لكافة وحدات الجامعة. إلى هنا أعزائي وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.